أجمل تحية لجميع متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سلمى. أقدم التوقعات الفلكية لموالد الأبراج ابتداء من يوم غد السبت المصادف للرابع من شهر ديسمبر إلى الجمعة العاشر من نفس الشهر. أعزائي، قبل كل شيء خلينا نستعرض الخارطة الفلكية. أشعة الشمس متواجدة في المجموعة الثانية من مجموعة القوس النارية. عطارد راح يكون في أول 3 أيام بالأسبوع في المجموعة الثانية من مجموعة القوس النارية، ثم ينتقل للمجموعة الثالثة. جوبيتر متواجد في العشرية أو في المجموعة الثالثة من الدلو الهوائية، وزحل الساترن في العشرية الأولى من مجموعة الدلو الهوائية. نبتون في العشرية الثانية من مجموعة الحوت المائية، وبلوتو في العشرية الثالثة، يعمل اقتران على درجة عالية مع كوكب الزهرة فينوس في العشرية الثالثة أيضا من مجموعة الجدي الترابية. أورانوس متراجع في العشرية الثانية أو في بداية العشرية الثانية من مجموعة الثور الترابية. طبعا أهم الأحداث الفلكية، احنا عندنا الآن بلوتو والزهرة في اقتران عالي جدا في مجموعة الجدي الترابية. إضافة لهذا، نلاحظ أيضا من خلال الخارطة الفلكية أمامنا لمولود الساعة الثانية و37 دقيقة فجرا من فجر اليوم الأربعاء، نشوف الطالع مالته راح يكون الميزان. لاحظ من خلال الخارطة الفلكية وجود العقد القمرية في المنزل الثامن، يعني في نهاية المنزل الثامن على داخل على المنزل التاسع منزل الثور، وتعمل تربيع مع جوبيتر في المنزل الرابع اللي هو الدلو طبعا، وتقابل العقرب. العقد القمرية في موقع نحس لما تعمل تربيع مع جوبيتر، ولما تكون في المنزل الثامن بالذات. نتوقع خلال هذه الفترة حدث قد يكون له علاقة بزلزال قوي أو على درجة عالية. حركة القمر راح تكون يوم السبت في مجموعة القوس النارية، الأحد الاثنين في مجموعة الجدي الترابية، الثلاثاء الأربعاء الخميس في مجموعة الدلو الهوائية، وفي آخر يوم من الأسبوع الجمعة ينتقل القمر إلى مجموعة الحوت المائية. الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع: الحمل، الثور، الأسد، والقوس. والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع: السرطان، العذراء، العقرب، والحوت. الصدارة إلى مواد برج القوس مع ارتفاع إلى كل من الأسد، الثور، والميزان، وانخفاض إلى أبراج الحوت، العقرب، والعذراء. في بداية الأسبوع تنخفض مؤشرات الجوزاء، وفي وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات الجدي وتنخفض مؤشرات السرطان، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات كل من برجي الدلو والحمل. الحمل يحقق مكسب مالي 4 نجوم، الثور يستعيد عافيته 3 نجوم، الجوزاء يختلف مع الحبيب نجمتين، السرطان عليه الحذر من المقربين نجمتين، الأسد يسعد بصحبة الأحبة 3 نجوم، العذراء عليه الاهتمام بصحته وله نجمة واحدة، الميزان يسمع خبر سار له 4 نجوم، العقرب عليه الحذر من مخاطر الطريق وله نجمتين، القوس قمة في النشاط والحيوية 5 نجوم، الجدي لديه لقاء مميز 4 نجوم، الدلو في شباك الغرام وله 5 نجوم، الحوت يتعرض لوشاية وله نجمة واحدة، الفأر الصين يحقق انتصار وله 5 نجوم، القرد يترقب مفاجأة وله 5 نجوم، العنزة تزداد انفاقاته وله نجمة واحدة، والخنزير مبعثر الأفكار وله نجمة واحدة، اللقلق الهندي يستنشق الصعداء وله 3 نجوم، الدب يتوتر لأتفه الأسباب وله نجمة واحدة، وأخيرا مولود برج شجرة الزيزفون الدرويدي خطوتين إلى الوراء وله نجمة واحدة. أفضل الأبراج راح يكون الفأر القوس، وأسوأ الأبراج الخنزير العذراء في العشرية الأولى. ملك الأسبوع هو مولود الأربعاء الثامن من ديسمبر. أعزائي، معلومات أكثر عن الأبراج الصينية والهندية والدرويدية بإمكانكم الدخول على موقعي الإلكتروني paraskopa.de،
والمتواجد في صندوق المعلومات. هذه أجمل وأرقى وأحلى روزة.